الفنان الراحل هشام بن جابي رائدا من رواد الفن التشكيلي في السعودية، توفي في 14 من شهر يناير لعام 2024، وترك وراءه محبين ومخلصين له ولفنه. في التقرير التالي نلتقي بأبنائه في مرسمه الخاص بجدة التاريخية مع الزميل عبد الله. معنويا نفسيا يعني أحن أب ممكن تشوفه، وداعم في نفس الوقت، يعني يشوف إيش أحلامك ويحاول يحققها معك. فعلا على مر السنين هذه كلها أنا ما شفتها في أب، إنه هو كان يعطينا اهتمام شديد، وكان حريص على إنه إحنا إذا شاف فينا بذرة في أي شيء، مش بس في الفن، أي شيء إحنا شاف عندنا شغف يدعمنا ويهتم ويورينا أنه هو يعني مهتم معانا نفس الاهتمام، كأنه الهواية هذه هوايته. زي ما هو وصل في توجهاته. عانى مؤخراً بسبب مرضه، وكان برفقته ابنه، ووصف لنا لحظاته الأخيرة في المستشفى. أفتكر قبل ما يدخل العناية المركزة وينوم، أول شيء سوى كان في شباك في الـ في الـ في الـ في الغرفة حقت المستشفى، قال لي أفتح الشباك. فتحت الشباك، الله، خلتني أفتكر الموقف الآن كأنه قدام. فتح الشباك وطل في السماء، قال لي شوف السماء، السحاب شكله عادي، هناك كأنه لطشتين كده، قالها بالجملة كأنه لطشتين بفرشة، فرشة رسم. طلعت كده لقيت أنه فعلا كان الهواء خابط في
في الغيمة وعامل شكل الشكل هذا. فسبحان الله إلى آخر لحظة وهو أول شيء قاله أفتح هذا وصار يطل وينظر النظرة الفنية حقته اللي متعودين عليها. ترك الفنان الراحل مرسمه دون أن يودعه، سيبقى مقعده مخلصا له وألوانه محبة له. للقناة السعودية عبد الله الغامدي.